السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. نتفليكس الميديا ستريمينج سيرفيس المشهوره في امريكا ودول تانية كتير اخيرا بقت موجوده رسميا في العالم العربي، وفي الفيديو ده هكلمكم عن كل حاجه محتاج تعرفها عن نتفليكس. اولا نتفليكس تقدر تشغلها تقريبا من اي جهاز، من البلاي ستيشن، من السمارت تي في، من موبايلك، من التابلت او من اي كمبيوتر. الموضوع بيبدا انك تنزل الابلكيشن على موبايلك او الجهاز اللي انت عايزه. بعد كده الابليكيشن هتعرفك ان نتفليكس خدمه بتقدم لك مكتبه افلام ومسلسلات وبرامج تقدر تتفرج عليها من اي جهاز مقابل اشتراك شهري. نتفليكس بتقدم لاي واحد عايز يشترك شهر مجانا تقدر تجرب فيه الخدمه من غير ما تدفع اي حاجه. بس قبل ما تبدا الشهر المجاني ده لازم تختار نوع الاشتراك اللي انت ناوي تكمل فيه بعد الشهر الاول. وفي 3 انواع من الاشتراكات. اقل نوع اشتراك هو البيزك، ده بيسمح لك تتفرج على اي حاجه بس بجوده اس دي بس، يعني مفيش اتش دي، وتقدر تستخدم نتفليكس من جهاز واحد بس، ودي سعرها تقريبا $8 في الشهر. بعد كده عندك اعلى اشتراك هو البريميوم، وده بيسمح لك تستخدم نتفليكس بجوده الترا هاي ديفينيشن، يعني تقريبا 4K. ممكن تفتح نتفليكس من 4 اجهزه في نفس الوقت، وده سعره تقريبا $12. ونيجي للوسط وهو الستاندرد، وده بيسمح لك تتفرج بجوده فول اتش دي، تقدر تستخدم نتفليكس من اي جهازين في نفس الوقت، وده سعره $10. وفي رأيي الاشتراك ده هو المناسب عشان معظم الناس ما عندهاش حاجات تشغل 4K اصلا لحد دلوقتي، فالاتش دي هيكون كفايه ومناسب لاي جهاز. بعد كده بتعمل اكونت سريع بسهوله وتختار طريقه الدفع اللي انت عايزها، ممكن بالكريدت كارد او باي بال لو عندك حساب عليه، بس مفيش فلوس هتتسحب الا بعد اول شهر، وطبعا ممكن تكنسل الاشتراك قبل اخر الشهر وما يتسحبش منك اي فلوس، او طبعا ممكن تكنسل بعد كده في اي وقت انت عايزه. بعد كده بتحدد مين اللي هيستخدم نتفليكس معاك، زي عائلتك مثلا، وتحدد لو في منهم اطفال، وممكن بعديها لو عايز تختار مسلسلات او افلام عجباك عشان نتفليكس بعد كده تقدم لك اقتراحات حسب ذوقك. وبس كل الموضوع بعد كده انك تختار عايز تتفرج على ايه. الانترفيس بتاع الابلكيشن بسيط وسهل جدا، والابلكيشن شغاله كويس جدا وبسلاسه. مكتبه نتفليكس كبيره جدا، بس في منيو بتخليك تنظم الموضوع وتخليك تختار النوعيه اللي انت عايز تتفرج عليها بالظبط، مسلسلات او افلام من اي نوع او برامج. ولما بتختار فيلم مثلا نتفليكس بتطلع لك معلومات عن الفيلم والريتنج بتاع الفيلم، ولو عجبك خلاص بتدوس بلاي وبيشتغل. وطبعا عشان الابلكيشن دلوقتي بقت موجوده رسميا في العالم العربي، فالترجمه باللغه العربيه موجوده لاي حاجه وشغاله كويس جدا. الاستريمنج في نتفليكس شغال كويس جدا وسريع، وبعد ما الفيلم يعمل لودنج لاول مره بعد كده بيشتغل بسرعه من غير وقوف. الموضوع في المسلسلات كمان سهل جدا وواضح، تقدر تختار الحلقه اللي انت عايزها بالظبط او تختار السيزون وتقلب في الحلقات زي ما انت عايز. ممكن كمان تعمل سيرش على اي حاجه زي على اسم فيلم، او تعمل سيرش على اسم ممثل ويطلع لك كل افلامه اللي موجوده، او حتى باسم مخرج الفيلم. ولو حد تاني هيستخدم نتفليكس بعديك في منيو بتخليك تقدر تختار اليوزر التاني، وده مناسب جدا للاطفال عشان الافلام اللي تطلع قدامه تكون كلها مناسبه للاطفال بس. مكتبه الاطفال كبيره جدا بصراحه ومليانه افلام كتير وكرتون اشكال والوان. وطبعا ممكن تبدا اي حاجه من نتفليكس على تليفونك او على التابلت وتحولها بعد كده على كروم كاست على التلفزيون. وفي حاجه كمان مفيده جدا في نتفليكس، لو مثلا بدات اي فيلم او حلقه من مسلسل وما كملتهاش ممكن ترجع تاني للابلكيشن في اي وقت بعد كده، تقدر تكمل الحلقه او الفيلم من نفس الدقيقه اللي وقفت عندها. الاوبشن ده كمان بيشتغل بين الاجهزه وبين بعضها، يعني ممكن تبدا الفيلم من الكمبيوتر وترجع تكمله من الموبايل بعد كده مثلا، او اي برنامج او اي مسلسل طبعا. بس مش كل حاجه كويسه في نتفليكس. نتفليكس اللي عندنا في العالم العربي مختلفه عن نتفليكس اللي في امريكا او في اوروبا. مكتبه الافلام كبيره، بس معظمها افلام قديمه وكتير منها بيجي في تلفزيون اوريدي، وكتير عملت سيرش على افلام او ممثلين وما لقيتش اي حاجه بتطلع في السيرش. الموضوع في المسلسلات احسن شويه عشان في حاجات مش هتلاقيها غير لو عملت لها داونلود من على النت، بس برضه في حاجات مشهوره جدا مش موجوده زي مثلا جيم اوف ثرونز او ذا ووكينج ديد مثلا. بس عموما الخدمه لسه جديده عندنا، وكل شهر في حاجات جديده بتضاف، وظريف ان يبقى معاك اكسس لمجموعه كبيره من الافلام والمسلسلات والبرامج تقدر تخش عليها من موبايلك في اي وقت بثمن تذكره سينما في الشهر. بس طبعا الحاجات دي اذواق، وانا شايف ان الشهر الفري ده فرصه كويسه جدا لاي حد عايز يجرب نتفليكس ويقرر بعد كده اذا كانت مناسبه ليه او لا. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ويا ريت كمان سبسكرايب، واستنوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.